حصل ان انا طلعت بعبر عن غضبي من الحكم وبهتف ضد مبارك وضد وبطلب بالقصاص، فقاموا عليا الحريم بتوع مبارك بالاعتداء والفيديوهات ظهرت قدام الناس كلها. انا جيت يوم 4/6 احضر الجلسه اللي انا المفروض انا اللي ليا الحق اخش، لان مدعي بالحق المدني منعت من الدخول، وبعد النطق بالحكم اعتدوا عليا جماعه اسفين يا ريس. واحنا جينا النهارده للنائب العام اللي هو محامي الشعب، قدمنا بلاغ رسمي بالفيديوهات، وكان باين في الفيديوهات كلها اللي عربيات الشرطه واقفه وهو ضابط شرطه واحد اللي دخل ملكي، وكان بينادلهم باساميهم، يعني كان بينادل اللي واقفين باساميهم يقول له اسكت يا فلان واسكت يا فلان، يعني هم عارفين بعض، وما عرفش يحميني منهم، كانوا بيضربوني في وجوده. قدمنا بلاغ ضد الكل اللي ظهروا في الفيديو. انت عارفهم؟ معروفين كشكلا، وفي بنت بس اللي ظهر اسمها شيماء. احساسي اللي احنا خلاص الثوره المضاده نجحت، وان اعداء الثوره ظهروا. عايز اللي انا يجي حقي، عايز اشوف الناس دي في المحاكمه يتحاكموا.